دفع قرار عدد من دول البلقان فرض حصص جديدة على عبور اللاجئين من اليونان إلى تكدس أكثر من 6500 لاجئ عند معبر إيدوميني عند حدود اليونان الشمالية مع مقدونيا. الآلاف من اللاجئين صرخوا وطلبوا بفتح الحدود للعبور إلى أوروبا، وقد ساءت أحوالهم وافترش صغارهم الأرض وسط البرد بعد أن أوصدت في وجوههم بوابات حديدية وأسلاك شائكة تعيق عبورهم فرضتها سياسة انتقائية لمقدونيا وصربيا وسلوفينيا وكرواتيا. يجب أن ننتظر في طابور طويل لمدة 4 أو 5 ساعات. يوجد نحو 7000 لاجئ هناك، فقط مكان واحد يقدم الطعام والماء. أغلق اللاجئون الأحد خط سكة الحديد للقطار الرابط بين مقدونيا واليونان قرب مخيم إيدوميني، يحاولون الضغط على الحكومة المقدونية لفتح الحدود بعد أن سمحت السبت بعبور 300 لاجئ فقط، معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى، في مخيم يتسع ل 1500 إنسان. إزاء السياسة البلقانية الجديدة، تخشى اليونان أن يصل عدد اللاجئين على أراضيها إلى نحو 70,000 الشهر المقبل يصلون من تركيا. Come on.